صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. مهم خليكم معايا اليوم نشارك معكم هذا الروتين خفيف ظريف، غادي نجاوبكم على بعض التعاليق، غادي نشارك معكم لاسبيرا بولفير اللي خديت مؤخرا. ونتمنى ان شاء الله تستافدوا معايا في هذا الفيديو كيف العاده. مهم ما تبخلوش على اختكم بلي لايك وحتى تعليق كل مشجع، وخليكم معايا في الفيديو بلا ما نكثر عليكم بزاف الهضره، راه الفيديو موضح راسو. المهم هانتوما معايا في الروتين. الحمد لله رب البنات، بغيت نصايب ليا الفطور. انا يلاه غادي نفطر المهم تحيت هذه الشقيات، وقلت نشارك معكم شكون اختي، شكون العشاق، شكون كاين شي عشاق ديال الجينسان. كتبوا لي تحت في التعاليق الا كانت انتم كيعجبكم. اكتشفت مؤخرا كيحطوا حتى في ليدل، وقلت نجرب ناخذ هكا شي وحده نجرب. وصراحه البنات ذاق زوين، اللي كتعجبها اللي كيعجبها الكافيه الجينسان راه كاين في ليدل، والثمن مناسب البنات، دير 2 اورو في 10 ديال الساشيات. هانتوما هادي راه ديجا خويتها البارح، مشيت تقديت جبت وحده اخرى. كيعجبنا سواء انا سواء راجلي. هانتوما كت فيها هكا دي شي بوستيني، في 10 ديال لي بوستيني كتخوي في واحد لاطاطا وكتخوي ليه غير الماء. اللي ما عارفاش شنو هو الجينسانغ، الجينسانغ البنات هي واحد لا بيانطا دايره بحال شكل بحال سكينجبير، بحال سكينجبير طري بحال هكا البيانطا ديالو. وكيصايبوا بها هاد القهوه ديال الجينسانغ راه معروفه. المهم كنت مشاركه معكم، والثمن ديال البنات جد 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 مناسب، راه تلقاوها كما قلت لكم في ليدل.
ودابا البنات خليكم معايا نشارك معكم لا سبيرا بولفري، غادي نجاوبكم على التعاليق ديالكم. كنتو كتبتوا لي شاركي معنا سبيرا بولفري منين خديتيها وبشحال خديتيها. المهم راه كانت عندي وحده اخرى البنات بحالها اختها في نفس اللون، هذيك كانت بالفيلو، راه غتكونوا شفتوها عندي في القناه، هذيك كانت بالفيلو. هذه اللي خديت هذه المره سانسا فيلو، هذيك الاولى البنات طيحوا لي الدراري وخسرات، ما بقاش بغات سبيري، هرسوا لي ليها واحد البطونه وصافي ما بقاش كتبغي تسبيري، وملي وليت كنسبيري بيه ولا كيسخن ليها الموتور بزاف، ولات كتخلعني تنقول شي نهار تشعل فيا يضربني الضو ولا تشعل فيا العافيه. صافي هذيك حيدتها ليا، كنت اصلا واخده بواحد الثمن مناسب، خديتها غير بشي 35 اورو من ايميسفيرو، من ايميسفيرو كنت خديتها هذيك. وكنت صراحه من الاول كنت باغا ناخذ سانسا فيلو، غير راجلي اللي ما خلانيش قال لي سانسا فيلو، هادو اللي كيكونوا سانسا فيلو مع المده ديك الباتريه ديالهم كتموت، يعني ماشي بحال هادوك اللي كتكون عندهم البريز كيبقاو مزيانين. المهم هاد المره خديت انا سانسا فيلو ضرب ساعتها. المهم بالنسبه لهاد سبيرا بولفر البنات خديتها من امازون هاد المره، الثمن ديالها تقريبا شي 85 اورو بحال هكاك، غنخلي لكم اللينك ديالها في صندوق الوصف. هذه البنات ماشي شي ماركه اللي هي معروفه، الماركه ديالها مكتوبه فيسكوس فيكسو ها نتوما. المهم راه نخلي لكم اللينك ديالها، كتجي هكا كتجي بحال هكا، المهم بهذه باش كتسبيري، زائد عندها هادو بالنسبه للبلايص اللي ما كتوصليش ليهم بحال اللي فوق وداكشي، زائد عندها هاد العيبه هذه كطاكيها في الحيط وكتبقى تلصقي سبيرا بولفر باش هكا ما كطيح لك ما والو، حتى لو بغيتي تشارجيها كتبقى هكا واقفه. المهم غادي نهضر لكم على السبيرا بولفر اللي واعرين بالنسبه لي، المهم عندها يعني باش تاخذها، انا حاليا ما نقدرش نخسر اكثر من هاد الثمن ديال 85 اورو. كاين محسن من هادي، كاينين ماركات واعرين، وانا البنات محمقين الفوليتو، الفوليتو البنات البنات اللي كاين هنا في ايطاليا راكم عارفين الفوليتو راه معروف 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 بزاف، غالي بزاف، دايره ان شاء الله في البال ان شاء الله، الله يعطينا غير شي رزيق. المهم حتى واحد طافره لي السم هنا لقدام، المهم كاين شي حوايج كتسبقي من تيكونوا هما الاوائل. المهم قلت غادي ناخذ هذه نعدي بها بدا نضرب بها واحد المده، حيت صراحه البنات سانسا سبيرا بولفر دابا في هذا الوقت في الدار اللي جربها ما غاديش يبقى يستغنى عليها، حيت راه كتجبد العجب، يعني كتجر العجب العجب المتعجب، بالشطابه راه كضرب النص وكتخلي النص. ها انتم راه يلاه ضاربه بنا غير هاد الصباح، شوفوا هاد الخمله هادي، انا راه نورمالمون تي كنضرب البنات بالشطابه وكنعاود بسبيرا بولفر باش كنحيد داكشي الغليظ وكنعاود بسبيرا بولفر، وتشوفوا العجب اللي كتجر، يعني الخمله منين كتجي تهزها الله اعلم، يعني انا راه يلاه ضاربه بالشطابه صراحه، يعني سبيرا بولفر فلوسها حلال، يعني واخا تخسروا فيها الفلوس فلوسها حلال. كما قلت لكم البنات احسن سبيرا بولفر يعني اللي باغا تاخذ شي حاجه اللي تبقى لها مدى الحياه ضرب ليها مده، ويعني من سبيرا بولفر اللي واعرين انهم معروفين هي هو الفوليتو، الفوليتو البنات راه واعر راه غالي تقريبا ندير شي 200 اورو على حسب الحسابيات شي ستوري يعني اللي كتاخذي معاه، غير لاباسي ديالو المهم ندير 1000 وتقريبا 1000 وشي 200 1300 اورو، راه عندهم سيتو غير كتبوا فوليتو وكيجيو يعني قبل ما تاخذو كيجيو كيديروا معاك لا بروفا في الدار، يعني كيوريوك داك العجب اللي كيجرو سواء من 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 الفراش من الارض من كل شيء. المهم البنات الفوليتو احسن واحد يعني اللي باغا تاخذ يعني شي حاجه واخا تكون تسوى الثمن، المهم تكون حاجه مزيانه، ننصحكم بالفوليتو. من ورا الفوليتو البنات كاين دايزون، دايزون حتى هي دابا راه دايره ضجه، حتى هي كيقول لك زوينه كيعاود عليها زوينه، صراحه ما مجرباهاش شخصيا، المهم كنعرف البنات مجربين دايزون حتى هي زوينه، حتى هي غاليه شويه في الثمن ولكن حتى هي حاجه مزيانه. انا صراحه خديت دابا مؤقتا خديت غير هذه ب 85 اورو، خديتها قلت لكم من امازون، صراحه لحد الان كتسبيري مزيان زوينه، يعني كنقي بها حتى لي طوات كلشي، المهم كتجر راه كتجر العجب حتى هي، ومن القدام ان شاء الله الله يعطينا شي رزايق. دايره في بالي الفوليتو ان شاء الله هو اللي باغا ناخذ، هذاك اللي واعر وباش زوين عنده كاع ليا في شي ستوري ديال الدار، يعني مثلا ديال البوطه ديال الشراجم ديال كلشي كلشي كلشي، المهم واحد ياخذ لاباسي وشويه بشويه بقى ياخذ هذوك ليا في شي ستوري الاخرين. ونتمنى ان شاء الله البنات تكون يعني فدتكم، راه غادي نخلي لكم ان شاء الله الوليان ديال هذه اللي خديت انا غنخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. ونتمنى ان شاء الله البنات تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، وما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم لتحت، اي حاجه بغيتوني نشاركها معكم ولو تكون غير بسيطه كتبوا لي لتحت في التعاليق، حتى انا البنات راه كتسهلوا عليا، يعني هكا كنعرف شنو ندير شنو الفيديو ندير شنو يعني شنو هما الحوايج اللي باغين تستافدوا منهم.
وكيف العاده البنات خليت لكم الراحه ومع السلامه.